الأكيلة في كل مكان. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأكيلة على سي بي سي سفرة. زي ما عودناكم بنحاول نلاقي كل جديد، ومن حلقة لحلقة بتبقى أصعب وأصعب، لأن الأفكار الجديدة مش سهلة إنك تلاقيها. النهاردة لقينا بفكر في الأكل أوريدي. النهاردة لقينا مطعم اسمه بيسترو، وإحنا قلنا قبل كده كلمة بيسترو دي مختلف على معناها، هنقول في الحلقة. ولكن الميزة إن هو بيقدم، إلى جانب الأطباق الانترناشونال، بيقدم أطباق المين كورس بتاعها بدل ما اللحمة أو الفراخ أو تافي بيعمولة على الجريل، معمولة على الفحم، بدل ما هي الجريل المعتاد في كل المطاعم معمول على الفحم. طعم مختلف، أفكار جديدة، تعالوا نشوفها مع بعض في حلقتكم من الأكل. نتكلم جون، او زي ما بيتقال بالمصري جون. ازيك جون؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بيسترو، انت ده مش اول فرع هنا في الرياض؟ ده مش اول فرع. ده الفرع نمره كام؟ ده الرابع. تليت بالك قد ايه؟ احنا بقالنا 15 سنه، شهر 9 نبقى 16. احنا ازنهو مين؟ انت ومين؟ انا وبابا. اتس ا فاميلي بزنس. فاميلي بزنس كله. اوكي، باباك اللي ابتداه؟ فتحنا اول فرع في شيراتون، في مساكن شيراتون، بعد كده بعديه بست سنين مدينة نصر. اوكي. في ابو داوود الظاهري، بعد كده مصر الجديدة في ميدان اسماعيلية. ده كان بداية كونسبت جديد اللي هو بيسترو لونج. احنا كنا بيسترو از ريستورانت، كاجوال دايننج ريستورانت. اوكي. بعد كده عملنا في ميدان اسماعيلية، عملنا بيسترو، وعملنا الاوبن اير فوق بيسترو لونج. اوكي. لونج هنا بمعنى ان هو انت عندك كل مانيو ديزرت كامل، مانيو بافريج كامل، وبالنسبه للرحاب مشروبات وحلوي والحلو بالظبط، واوبسلي شيشه. الشيشه في الرحاب هنا اول فرع في الرحاب. ده اول فرع يكون فيه شيشه. طيب هنيجي هنا بقى للنقطه المهمه في الرحاب. انا محتاج ليه؟ انت عندك حته اوبن اير بره وعامل فيها شيشه، برافو للناس اللي بتحب، بس عامل ايه دور شيشه؟ هي الحته اللي احنا فيها، بس في الاخر هي مفتوحه على المطعم، يعني هبقى انا قاعد باكل لو انا باكل جوه وجنبي واحد بيشيش. عندك حق فيها، بس احنا عشان الشتاء الناس ما بتقدرش تقعد في الاوبن اير، فعشان كده بنعمل السموكينج جوه. بس في بقيه الفروع اللي هو بيسترو نو سموكينج، في كل الدايننج يعني. بالتالي نقول لو حد عايز يجرب التجربه بتاعت الاكل بتاع مطعم بيسترو دايننج مع شيشه، هو رايحه بس دي كده، الباقي كله فيه شيشه. الباقي كله ما فيهوش شيشه. طيب هل يعني انت دلوقتي عندك الحاجتين، عندك البيسترو او المطعم بس. طبعا بيسترو احنا قلنا كذا مره يا جماعه ان ليها كذا تفسير، من ضمنها المطعم الصغير، من ضمنها بار وريستوران، من ضمنها المطعم اللوكل اللي بيقدم الاكل البيتي. كل دي معاني لكلمه بيسترو، معاني مختلفه. فاحنا عندنا تجربه المطعم بس، وعندنا تجربه المطعم واللاونج بس من غير شيشه، وعندنا تجربه المطعم واللاونج بالشيشه. اني اكثرهم دخلا، اي واحد شغال اكتر؟ المطعم باللونج من غير شيشه اللي هو اللي فينا الاسماعيلي، ده اكتر واحد شغال بالظبط. اوكي، يبقى خلصنا من دي. نيجي بقى ل انت عامل حاجه انا شفتها في المنيو ومن سمعتك، الكوانتيتي كبيره بسعر معقول بالنسبه للمستوى بتاع الاكل بكواليتي حلو. مظبوط. ده معناه ان انت ما بتكسبش كتير. ده حقيقي. انت عامل البادجت بتاعك او الـ او الـ الدراسه الماديه بتاعتك، الماليه بتاعتك، على عدد كبير من الـ على التيرن اوفرز. هو التيرن اوفرز هو ده الكونسبت بتاعنا. يعني انا بدل ما انا اعلي السعر قوي وادي للزبون حاجات صغيره بحيث ان هي تقلل الكوست عندي، فكده الزبون هيجي لي مره وخلاص. لكن في ناس كتيرة قوي ما يعني ما بتاكلش في البيت، دايما بتاكل بره. هو ده اللي انا بلعب عليه. الشباب بتلاقي الكوانتيتي كبيره، الكواليتي، الناس بتحب الكازرولز والبيتزا الكبيره والكلام ده. حتى عندنا بيتزا فاميلي سايز دي بتبقى 12 بيسز مستطيله ما شقتها بالظبط. يعني هو ده اللي احنا بنلعب عليه، ان انا اديله اكل كويس بسعر قليل، هيجي لي تاني وتالت ورابع، احسن ما يجي لي مره ياخد حاجه صغيره وخلاص، هيبقى لما يعوز ياكل. بس هي ريسكها ان انت لو ما عملتش التيرن اوفر اللي مطلوب، لا
لو ما عملتش عدد الزباين في الكرسي الواحد في اليوم اللي مطلوب انت نفسك تخسر. ده حقيقي، بس هو يعني ده مش ريسك. موجود ده ريسك، بس ده مش موجود. احنا زي ما بقول لك بقالنا 15 سنه، يعني احنا من اول الناس اللي ابدعنا حاجه اسمها هوم ايد لازانيا. احنا اللي كنا بنعمل اللازانيا على ان الباقي كله كان بيشتغل فروزن. الباستا بتاعتنا بالكريمي بالالفريدو بالحاجات دي كلها، الكلام ده كله كان طالع من عندنا. يعني كنا تقريبا اثنين في مصر اللي بنعمل الكلام ده، اثنين او ثلاثه يعني بيعمل. فاحنا من مبدعين الموضوع بلس البيتزا. الموضوع ان احنا ولا هي ايطاليان سيرف ولا هي امريكان سيرف، مشرقينها شويه عشان الشعب الشرقي او المصري زي ما انت عارف ما بيحبش الحاجه في ثيم الصريحه، لازم تبقى طالما بتلعب على اعداد. يبقى طيب بيسترو ابتدى ازاي؟ مين في العيله عندك اللي بيفهم في الاكل؟ كان بابا مستر وسام هو ده ال بابا مين؟ بابايا. انت صوت بابا. بابايا. اوكي. بابايا مستر وسام هو كان اف ام بي دايركتور بتاع تشين كبيره. تشين هوتيلز كبيره. اوكي. هو يعني هو من الفود اند بيفرج اندستري اصلا يعني. بالظبط، هو قعد حوالي 27 سنه في الموضوع ده، وكان ماسك حوالي 32 اوتيل، فالموضوع متعمق فيه جامد جدا. أوكي. لما جينا مصر فتحنا. كنت عايش فين قبل كده؟ كنا في الامارات. اوكي. تمام. بس لما واخد شهادات من لوزان سويسرا في ده حد متخصص في الفود في الاكل يعني. بالزبط. اوكي يبقى فهمت. بعد كده انا ابتديت معاه بقى لما جينا هنا، في التريننجز بقى هنا وهنا وهنا لغايه اما شبعنا الموضوع كله. المانيوز احنا اللي بنحطها. انت عندك اخوات ولا انت لوحدك؟ لا انا لوحدي. انت لوحدك. المانيوز احنا اللي بنحطها، الريسبيس، كل حاجه احنا. انتوا اللي عاملين ديكوريشن؟ يعني الديكوريشن فروم اي تو زي احنا اللي عاملينه. يعني ما ومعانا يعني حتى اللي بيخش معانا في الديكوريشن اخو بابا. اوكي. عمك يعني؟ اوكي. اتس فاميلي بزنس من الالف. الموضوع كله فروم اي تو زي من الباب للباب احنا. طيب حاجه اخيره، انت عندك موردين ولا بتشتري من السوبر ماركت ولا ولا عندك مزارع بتتعامل معاها؟ انا بتكلم بالنسبه للحمه والفراخ والخضروات. اللحمه والفراخ مزارع. مزارع انت عارفهم بتشتري منها؟ بالظبط كده. بالنسبه للبقيه الحاجات اللي هي البقاله بقى والكلام ده كله، ده الخضروات والفاكهه والحاجات ده موردين. اوكي. موردين وبقى لهم معانا يعني زمان. انت بتتكلم. انت فاتح لك مستشفى. طيب كفايه اكل على كفايه اكل. كفايه عمر ما نقول كفايه اكل دي ابدا، ما بطلعش من بوقي ابدا كفايه اكل دي. طيب كفايه كلام على الاكل وتعالى نروح ناكل. طيب. اوكي. انت هتدوقني ايه؟ عندنا بص بلاش بقى جو الشوربه والسلطه والحاجات اللي خلينا في الضرب على طول. هعمل لك البست سيلينج ايتمز عندنا، اكتر حاجه بتبيع، الاطباق الاكثر مبيعا في البانا كريمي. هشغل لك ترجمان انا. بانا كريمي تشيكن كازرول دي مكرونه البانا. الكازرولز دي الكازرولز احنا يعني كسرولنا. كازرولز ليه كسرولنا؟ فكره الكازرول. اوكي. الاكل بتاعنا كله يعني هو مش يعني ممكن ما تاكلش بعديها بيومين. يعني شوف ايه تاني. السباجيتي بيف كاوبوي بومادوري. اوكي. وعندنا بومادوري يعني بالطماطم صلصه حمراء. بالظبط. بعد كده نعمل بيتزا اسمها الباتشينو. اوكي. دي بيست سيلنج عندنا برضو. مجرمه يعني الباتشينو مجرمه عزيزي. عجبك جدا. اوكي. وتشيكن رولات ده بيبقى على الفحم. اوكي. ده السبب ان احنا جينا اصلا الاكل المين كورس على الفحم. بالظبط. يعني انت عندك مين كورسات ثانيه على الفحم مش بس التشيكن رول. في حاجات كثيره بس في ناس بتحب حاجات تيست التيست بتاع الفحم مع بيكون ستافت معاه جبن معاه مش عارف ايه، بدل ما هو بلين وكده بيكون معاه كريمي هوني ماسترد صوص وفرايد رايس بولز كور الرز المقليه. تمام خلاص. اوكي بس كده. وفي بابرج في الاخر. ارجوك. بابرج. لا 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 مش ده. ادواني حاجه ثانيه اكيد. فيري جود. خلاص ثانك يو يا جون ونبتدي. احنا هندخل في الجد على طول. جو قال لي سلطات عندنا موجوده زينا زي بقيه المطاعم، شوربات نفس الحاجه زينا زي بقيه المطاعم. هو عايز يدخل ضرب على طول مفيش شتيمه، يعني احنا داخلين في الجد. طيب هنبتدي
بيف كاوبوي بومودورو. بيف كاوبوي بومودورو ده اسم الطبق ده. هو عباره عن سباجيتي وفي النص طبعا بومودورو يعني طماطم بالايطالي. واضح هنا ان في جبنه. طيب واضح ان احنا هننبسط قوي. طيب ندول اول الباستا لوحدها بالجبنه اللي هو حاططها على جنب عليها قصدي. طبعا البرزنتيشن بتاعت الطبق فرق قوي. في حاجه مسكره يا اما البصل يا اما هو في الخلطه الراجل بيحط نضعه سكر يا اما البصل طعمه مسكر وهو كوكت. بس انا عاجبني يعني. مليانه بصل زيتون قطع لحمه صغيره بيف معاهم صلصه حمراء. هنا في من اللي انا شايفه كذا نوع جبنه مختلف. لا هو نوع جبنه وبصل. اوكي هو ده اللي مخليه مسكر. طيب ناخد شوكه باستا بالبصل بالبيف. طبعا هي شوكه كبيره حبتين. برافو يا شيف. برافو. طيب طبق طبعا انت يعني هو ده هتضرب الطبق ده مش هتضرب حاجه ثانيه. فانا فهمت هو ليه ما كانش عايز يدوقني السلطه. طيب ندوق الثانيه دي بقى اسمها كريمي تشيكن كاسرول. كريمي تشيكن كاسرول. طيب انا شايف حاجه من فوق عامله زي الزعتر. بعد كده هنا عندنا فراخ وجبنه وكذا نوع جبنه وحاجه ايه دي بقى دي. سلامي مدخن مكرونه فراخ 3 4 10 انواع جبنه حته تحفه وكريمي. ايه الفكره من ان انت تحط سلامي مع فراخ؟ في رايي الشخصي هو بيغير من فكره المكرونه الوايت صوص اللي بتتعمل كتير بشويه مغير عنها بايه؟ بالتوابل اللي محطوطه فوق اللي من ضمنها الزعتر وبالسلامي اللي محطوط جوه وبانواع الجبنه اللي هو عاملها. مع زيتون مع مشروم. طيب فليفر حلو قوي. انا قد اعترض على فكره السلامي جوه الطبيخ جوه الاكل لان انا السلامي بروسيست ميت متصنعه والفراخ فريش او فراخ. فانا كذوق شخصي ما احبش دي مع دي ولكن كتنوع من المكرونه الوايت صوص فان انا احط لها دي واحط لها مشروم احط لها زيتون احط لها جبن مختلفه انا مش عارف هي ايه مش عايز اعرف لان انا واحط لها شويه توابل من فوق فيبقى عندي مكرونه وايت صوص مختلفه تماما معاه. موافق واخد شوكه تانية كمان. يلا نخش في اللي بعده. جينا بقى للبيتزا اسمها الباتشينو. هو يعني هديله كده الاول تعليق ان هي حاجه في النص ولا هي الرفيعه ولا هي التخينه ولا هي الامريكاني اللي كلها عيش ولا هي الطلياني اللي رفيعه قوي. ايه ده شويه هوا ده وفراخ. ايه
جبنا روكفور وتركي مدخن. بصوا انا رغم ان انا بطبعي كذوقي انا الشخصي ملياش في الجبنه الروكفور قوي، لما هو قال لي ان دي البست سيلر عنده او من احسن البيتزات صممت ان انا ادوقها رغم ان انا مش بتاع روكفور، ومبسوط ان انا دوقتها. بالنسبه للناس اللي بتحب الجبنه الروكفور هيعجبهم طعم البيتزا دي قوي، لان الفليفر او الطعم بتاع الروكفور باين قوي، ما هوش طعم خفيف، لا باين 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 يعني. ناخد واحدة أخيرة. تحفة. متقدمة على صينية خشب، ولو أنا مش غلطان ده خشب السرسوعة اللي بتعمل في الصعيد. مهم. طيب نيجي بقى للتشيكن رول بكريمي هاني ماسترد وكورة الرز رايس بول، ودي احنا دقناها في مطعم قبل كده بس دي شكلها مختلف. المهم يعني لا ودي طعمها حاجه تانية خالص. القرمشه اللي بره بس عايزه دروس سليمه يعني. فكره حلوه، فكرة حلوة. القرمشة اللي بره شوية عاملة زي البرغل، هي مش برغل بس يعني عاملة زي. طب نيجي بقى، دي جواها جبنة وكولد كات اهو، تركي مدخن وجبنة وايه تاني يا مراد، وشوية هيربس كده ومشوية على الفحم. طيب انا كنت متوقع ده، الجبنه محتاجه تبقى اكتر شويه او تبقى مش عارف، لان هو لسه جاي لي فمش المفروض انه بيرد يعني، بس انا كنت متوقع ده لما عرفت ان هي تتعمل على الفحم، وهو السبب الرئيسي ان احنا جينا المطعم هنا اللي هي المين كورسز اللي معموله على الفحم بدل الجريل. كنت متوقع انها تبقى دراي، تبقى ناشفه شويه يعني، بنتكلم في فراخ مشويه وصدور، بس قلت جبنه هتطريها. الكريمي هاني ماسترد طراها. اوكي. يعني انا لو منكم لو دقتوا الطبق ده اول حاجه تعملوها ان انتوا تقوموا حاطين عليه الدريسنج. هنا بقى حلو في بقي. يعني برضو عشان انا بقى حقاني الاول كنت حاسس ان هو دراي، كنت ناشف شويه. طعم الفليفر حلو بس ناشف شويه. لما حطيته بقى بالكريمه هاني ماسترد اللي هو عسل ومستردة وكريمه، ترجمه حرفيه، تحفه. اوكي بص، لو انا حبيت افتكس يعني، هي فكره الكوردون بلو بس مشوي بدل ما هو مقلي، جواه اللحمه البارده ايا كان هي ايه بقى، تركي ولا وات ايفر، جواه الجبنه والفراخ من بره، شويه كوردون بلو، بس كوردون بلو بيتقلي بعد كده بيبقى بانيه. لا مبسوط، مبسوط جدا، حاجه جديده ما دقتهاش قبل كده. وده عيش بالثوم والزعتر. برافو. اوكي يلا، عندهم هم كمان متميزين قوي في المشروبات، تعال نجرب مشروب من عندهم ونلخص التجربه كلها. هنقفل ب فرابي هوم ميد، مش جاهز، مش باودر، بالكراميل والكريسب، حاجة كده من
اللي هو ايه، تقعد 6 اشهر تعمل ريجيم، بعدين تيجي تضرب لك كوبايه من دي تبوظ ال 6 اشهر كلهم. كراميل من فوق، قصدي كريمه من فوق، بصي والمعلقه غرقت جوه اني اغرق. طب مش هناخد اكتر من كده، ندخل على الاسعار. بيسترو احد نقاط القوه فيه او احد مصادر الشهره ان بالنسبه للمطاعم اللي في نفس المستوى اسعاره حلو. الفرع بتاع الرحاب اللي احنا فيه ده اغلى شويه من بقيه الفروع بتاعه بيسترو، ولكن مازال برضو يعتبر ان الاسعار بتاعته حلو. طبعا حلو ولا لا، احنا اتفقنا ان كل واحد بيحكم حسب الميزانيه بتاعته. البيتزا الباتشينو اللي هي كانت بالرومي المدخن والروكفور صوص والفراخ دي ب 45 جنيه. وبعدين الباستا كاسرول اللي هي المكرونه اللي كانت بالفراخ اللي هي الطاجن اللي كان بالمكرونه ده ب 40. في حاجه فوتها انا عارف، اللي هي السباجيتي كاوبوي بومودورو اللي باللحمه البيف ب 39 جنيه. التشيكن رولات اللي هي الفراخ الملفوفه الصدور المشويه اللي انا قلت لكم كانت دراي شويه لحد ما حطينا عليها الدريسنج ب 60. وفي الاخر بقى اللي هو الفرابيه لو لقيته، انا عارف انا مش هلاقيه لان حاجات كتير قوي، والفرابيه اللي هو ده ب 24 جنيه. اوكي فاين. المنيو الجلد المحفور، الورق ممسوك فيه، الصور اصغر من البرايسز من الورق اللي فيها الاسعار، فبالتالي يبقى انت عندك بيميز بس الصور عن يعني فكر حلو لذيذ. تعالوا نلخص التجربه. دايما ببتدي بالحاجات اللي ما عجبنيش. الكرسي اللي قاعد عليه، الكرسي اللي قاعد عليه مش الاحجام بتاعتي يعني، هو الكرسي وانت قاعد جوه حلو، تيجي تاكل بقى تلاقي ده قافل عليك شويتين يعني، بس طبعا انا مش قاعده يعني، مش انا اللي، انما الناس السمباتيك العاديه هتقعد في الكرسي عادي جدا. كراسي اللي جوه احلى مريحه اكتر. و حاجه تانية ضايقتني ان انا ان هو بيقدم شيشه، ودي حاجه حلوه قوي، بس ما بيقدمهاش في الكفر في الـ التراس اللي بره، بيقدمها بره وجوه، فانت بالتالي ممكن تبقى قاعد جوه بتاكل تلاقي حد بيشرب شيشه جنبك. مش ميزه قويه بالنسبه لي انا. بالنسبه للناس اللي بتحب الكافيه يمكن مش هيضايقها ده. هو جوه طبعا عامل فصل كده، في حته على اعلى شويه فيها تدخين، بس في الاخر هي مفتوحه على بعض. وده بالنسبه للشيشه بس، ان لو حد قاعد وبيشرب سيجاره بيشرب سيجاره، فدي ديس ادفانتج بسيط. نيجي للاكل، انا شايف بالنسبه للاسعار الكواليتي حلوه قوي. كان كلام جون معايا في الاول ان هو احنا بنحاول نعمل بالانس ما بين الكميه والكواليتي والسعر، وانا شايف ان هو البالانس ده طابب شويه ناحيتهم كمان يعني، هو في مصلحه العميل قوي بالنسبه للسعر، بالنسبه للكميه وبالنسبه للفليفر. افتكاسات مش موجوده في كل المطاعم، بتدي له بلس زياده قوي ان هو ما انتش هتاكل عنده. عنده الاطباق اللي موجوده في كل حته بالتاتش بتاع الشيف بتاعه، ولكن عنده كمان اطباق بتميزه هو، بتاعته هو، بس سيلر بتاعه هو. وعشان كده المره دي مش انا اللي اخترت الاطباق، انا سبتهم هم اللي اختاروا لي الاطباق، وعجبني اختياره رغم ان هو ما يعرفش انا ما بحبش الروكفور، او مش ما بحبهاش، ملياش تقول عليها، الا ان عجبني البيتزا بالروكفور. فده معناه ان هي معموله حلوه قوي لدرجه ان انت تتعدى فكره ان انت ما بتحبش طعم معين ويعجبك، فده بيوصل لكم شويه المعلومه. لا، التجربه ان جنرال حلوه قوي وجميله قوي. انا جربت فرع الرحاب، بدعوكم ان انتوا كمان تجربوه وتقولوا لي رايكم وتحطوا رايكم على صفحه الاكيل او صفحتي الرسميه. ده اللي بيكمل الدايره بقى، ان انا باجي وبعرض عليكم الاكل وبعرض عليكم الاسعار، بعد انتوا تيجوا وتقول لي ايوه عندك حق او لا الناس دي ضحكت عليك. كده تكمل التجربه بتاعه الاكيل. اشوفكم في حلقه تانية، انا مراد مكرم الاكيل.